سنة 1996 كان جرايم سونيس أسطورة اسكتلندا هو المدير الفني لفريق ثاوث هامبتون الإنجليزي. جال واحد من الإدارة دخل عليه قال له معايا مكالمة ليك مهمة جدا. رد على التليفون لقى جورج ويا معاه على التليفون. جورج ويا قال له أنا عايزك في خدمة مهمة جدا. أهلا بيكم في ستوري كورة بلس. سونيس بعد ما رد على جورج ويا عرف منه ان جورج ويا طالب منه خدمه، قال له امرني طبعا. ساعتها جورج ويا على فكره كان احسن لاعب في العالم. جورج ويا قال سونيس ساعتها انا عندي ليك مفاجاه جامده جدا، عندي ابن خالتي بيلعب في منتخب السنغال، شارك في 13 مباراه دوليه مع المنتخب السنغالي وبيلعب في فريق باريس سان جيرمان الفرنسي وهيبقى حاجه جامده جدا. اللاعب ده كان اسمه علي ضيا، بينضم فعلا علي ضيا للفريق الانجليزي وبيبتدي يتمرن معاهم، وبعد كده بيكون عندهم مباراه مع ارسنال لكن المباراه لظروف الطقس بتتلغي. يجي يوم 23 نوفمبر علشان تبدا مباراه ساوث هامبتون مع فريق ليدز يونايتد. بالفعل بيصاب واحد من ابرز لاعبي ساوث هامبتون في الهجوم، وبيضطر جرام سونيس انه يعمل تغيير اضطراري في الدقيقه 32 ويستخدم اللاعب اللي قال له عليه جورج ويا. بينزل علي ضيا للملعب في الدقيقه 32 وكل الجماهير الانجليزيه والصحافه الانجليزيه بتتكلم على واحد هيبقى من نجوم الدوري الانجليزي. علي ضيا بيشارك في المباراه دي من الدقيقه 32 لحد الدقيقه 85، وبيضطر ساعتها جرام سونيس انه يخرجه بره الملعب لانه اكتشف ان مستواه مذهل. لو فعلا مذهل، هو مستواه عامل زي محمد هنيدي مثلا في فيلم اسماعيليه رايح جاي، حاجه كده زي اللي بتشوفها في الافلام. بعد الاداء اللي ظهر بيه علي ضيا بيقرر اداره ساوث هامبتون انها تتابع مين اللعيب ده وازاي مستواه عامل كده وازاي جورج ويا كلمهم على لعيب بالمستوى ده. وبالفعل بيعملوا اتصال بجورج ويا وبيعرفوا ان جورج ويا اصلا ما كلمش جيرام سونيس ولا يعرف اي حاجه عن علي ضيا ولا اللعيب ده اصلا قريب ولا حتى بيلعب في باريس سان جيرمان. اللي عمل الحركه دي كان مدير اعمال علي ضيا اللي كلم ساعتها جيرام سونيس وتقمص شخصيه جورج ويا. بعد ما اكتشفت اداره ساوث هامبتون ان علي ضيا كان بيضحك عليهم فسخوا العقد بعد 13 يوم بس، في اقصر مده تعاقد حصلت في تاريخ كره القدم تقريبا. لكن لو انت فاكر ان دي اكبر حادثه حصل فيها نصب في كره القدم، لا، تعالى نرجع بالتاريخ شويه لسنه 1963 واحدى مدن وضواحي البرازيل. سنه 1963 اتولد واحد اسمه كارلوس انريكي، وكان اسم الشهره بتاعه سيزر، سيزر يعني قيصر، وهو كان شبه فرانز بيكنباور نجم المنتخب الالماني في الوقت ده، فساعتها كانوا بيطلقوا عليه اسم سيزر او القيصر. سيزر كان نفسه يلعب كره الحقيقه، وكان بيفكر دايما انه يكون متواجد ضمن اللعيبه اللي عندهم فلوس في البرازيل ويقدر يجمع فلوس كتيره جدا، لانه كان شايف ان الكوره هي اكتر حاجه ممكن تكسب. لكنه كان عارف كويس جدا ان علشان تكون متواجد وسط الحشد بتاع اللاعبين قدامك حل من الاثنين، يا اما تكون متواجد في التدريبات الصبح يا اما تكون متواجد معاهم في الكباريهات بالليل وهم سهرانين. الحقيقه الراجل اختار الحل الاسهل، بدل ما يروح التدريبات الصبح ويشتغل على نفسه هو قرر انه يروح يسهر في اماكن السهر بيسهر فيها اللعيبه البرازيليين. بدا كارلوس يروح ويتقابل مع لاعبين برازيليين مشاهير جدا زي بيبيتو روماريو ادموندو، قابلهم في حانات السهر واماكن بتاعه السهر بالليل. بالفعل بيقرر روماريو وبيبيتو ان هم يساعدوه، وساعتها روماريو وبيبيتو كانوا نجوم منتخب البرازيل ونجوم العالم كله، فقرروا ان هم يساعدوه وبالفعل جابوا له عقد في احد الانديه البرازيليه، كان نادي بوتافوجو. وفي اول تدريب ليه بدون كوره او تدريب بدني راح جري على الكوره بشكل قوي جدا، وفجاه قال لك بس انا جالي شد في العضله الخلفيه. سيزر كان دايما بيمشي في النادي معاه موبايل ودايما بيحاول يتكلم بالانجلش وبيحاول يعمل نفسه ان هو بيعمل مكالمات مع انديه في اوروبا وانديه في ايطاليا وانديه في فرنسا بتحاول ان هي تضمه لفرقها، لكنه هو كان بيفكر في الموضوع وكان بيقول ان هو دايما عايز يستقر في البرازيل او عايز يحقق نجوميته الاول في البرازيل. لكن في احدى المرات وهو بيتكلم في التليفون سمعه طبيب الفريق رونالدو توريس. ساعتها توريس سمع الراجل وهو بيتكلم في التليفون وبيتكلم بالانجليزي، قال ايه ده، اللغه دي مش انجليزي خالص، الراجل ده بيقول ايه. وفي مره وهو سيزر في الحمام بعد ما خلص تدريب راح توريس علشان يشوف التليفون بتاعه، مسك التليفون فتحه علشان يعرف ايه التليفون ده، اكتشف ان التليفون اللي معاه اصلا تليفون لعبه. ولما ادرب بوتافوجو راحت واجهت سيزر باللي حصل ده وقالوا له انت ازاي كنت بتعمل كده وازاي كنت بتضحك علينا، قال لهم يا جماعه التليفون ده انا كنت بس بهزر بيه مع زمايلي، لكن الموضوع كله ما كنتش اقصد بيه ان انا اضحك عليكم ولا حاجه. تم طرد سيزر من النادي لكنه ما يأس ابدا، قرر انه يروح يشوف اكل عيشه في مكان تاني، وبالفعل اتجه للمكسيك. راح لعب في المكسيك في ناديين، نادي بويلا المكسيكي ونادي الباسو، لكنه الحقيقه استغل علاقته بالصحفيين البرازيليين في انهم يكتبوا دايما عنه اخبار انه من نجوم الدوري المكسيكي ودايما بيسجل اهداف، وازاي المنتخب البرازيلي ما بيتمش استدعاء اللاعب ده لانه يكون واحد من لاعبي المنتخب البرازيلي. بعد الاخبار ما انتشرت عن سيزر انه مكسر الدنيا في المكسيك، واحد اسمه كارلوس اندرادا ده كان رئيس نادي بانجو، هو النادي اسمه كده، نادي بانجو البرازيلي، قرر انه يضم اللاعب لاحد انديه الدوري البرازيلي، وقال انه خلاص بقى بعد ما سمع عنه وكل الاخبار اللي بتتقال عنه بالشكل ده لازم يكون متواجد في الدوري البرازيلي علشان نشوف مستواه عامل ازاي. ومع اول تدريب ليه مع فريق بانجو وهو بيلف مع اللعيبه جاله شد كالعاده، لكن كارلوس اندرادا رئيس النادي كان راجل
يعني تقدر تقول عليه مفتح كده، وكان راجل فاهم الالعاب دي كويس جدا. فقرر انه يضغط على المدير الفني للفريق انه يشتغل مع سيزر لحد ما يرجعه، واول ما يرجع ويكون جاهز بدنيا يكون ضمن صفوف الفريق اللي هيلعب اول مباراه ليه في الدوري البرازيلي. المدير الفني راح لكايزر فعلا وقال له خلي بالك احنا حطيناك في قائمه الفريق مش علشان نستغلك، احنا بس علشان نكمل قائمه الفريق اللي ناقصه بعدد كبير من اللاعبين، واحنا متوقعين ان انت يعني هترجع مع الوقت ومش هنلعبك المباراه دي. لكن لسوء حظه وحظه اللي مش كويس خالص بيتصاب عدد كبير من اللعيبه قبل المباراه، وفي المباراه نفسها بيتصاب عدد كبير من اللعيبه، فبيضطر المدرب انه يدفع بيه. الماستر سين بقى في حياه سيزر هي اللقطه اللي عملها في المباراه دي. هو نزل الملعب علشان المفروض يبدا انه يشارك مع فرقته، واول ما نزل الملعب ما تعرفش ايه اللي حصل، نط من على سور الملعب ودخل في خناقه جامده جدا مع الجماهير، وقعد يضرب فيهم ويضربوا فيه لحد ما طلع له الحكم الكارت الاحمر وطرده خارج الملعب. رئيس النادي زي ما قلت لكم بما انه كان مفتح يعني وعارف الحركات دي فاستدعاه لمكتبه وقال له خلي بالك انت كده جبت اخرك معايا، اللي انت بتعمله ده هيخلينا مشيك من النادي دلوقتي، انا عايز اعرف ايه التصرف اللي انت تصرفته ده في المباراه. سيزر وهو قاعد مع رئيس النادي قال له كلمتين اثروا في الراجل جدا، انا كمان اتاثرت. قال له بص يا ريس انا زمان كان عندي اب وربنا اختاره، ومن ساعه ما ابويا مات وانا حاسس بوحده، لحد اما قابلتك وبصيت في عينيك حسيت ان انت ممكن تكون ابويا التاني. تخيل بقى ان انت تنزل الملعب تلاقي ابوك التاني الجمهور بيشتمه وبيسبه وبيقول عليه انه راجل حرام وايده طويله ونصاب، هتتصرف ازاي؟ اتاثرت، انا كمان اتاثرت ورئيس النادي كمان اتاثر. رئيس النادي ساعتها خرج من الاجتماع ده مع سيزر وهو مجدد له عقده لمده 6 شهور. اخبار سيزر انتشرت بشكل كبير جدا وبدات بعض الكشافين يسالوا عنه. انتوا عارفين زمان الناس كانت بتنزل البرازيل تشوف مين اللعيبه اللي بيتكلموا عليهم، مين اللعيبه اللي جامدين علشان ينقلوهم لانديه ثانيه. وبالفعل بيجي له عقد في نادي اجاكسيو الفرنسي، بيروح هناك وبيتعمل له استقبال قوي جدا. انتوا عارفين بقى الصحافه في اوروبا غير الصحافه في امريكا الجنوبيه، مش هينفع يضحك عليها، كل المجلات الفرنسيه بتتكلم على واحد جاي القيصر البرازيلي بينضم لاجاكسيو وهيبقى حاجه جامده جدا مع الفريق في الدوري الفرنسي. فاول تدريب ليه وهو المفروض انه رايح خلاص بقى سليم، ما عندوش مشاكل ولا عنده شد في الضمه ولا عنده مزق في الخلفيه ولا اي حاجه، عمل حركة غريبة جدا اغرب من الحركة اللي فاتت. سيزر بدأ يمسك الكور ويقول للجماهير اللي موجودة بتحضر التدريب ان الكور دي اهداء منه لكل الجماهير اللي حضرت علشان تشجعه. بعد 10 دقايق من التدريب اكتشف المدير الفني ان مفيش ولا كرة في الملعب، كل الكور الراجل شاطها في المدرجات، فبالتالي مش عارف يكمل التدريب وبالفعل لغى التدريب. لكن سيزر فضل على الحالات دي وفضل يعمل نفس الالعاب بتاعته في كل الاندية اللي بيروحها وفضل مستمر على الحاجات دي لحد اما قرر فجأة انه يعتزل كرة القدم اللي هو اصلا ما لعبهاش. سيزر مش بس كسب من الكرة والنصب على اللعيبة والنصب على المدربين والأجهزة الفنية، بعد الكرة كمان وبعد ما بطل بفترة كبيرة جدا طلبت منه احدى شركات الانتاج انه يكتب السيرة الذاتية بتاعته وتتعمل قصة حياته في فيلم، وخد مقابل ده ملايين الدولارات. انت كمان قول لنا في التعليقات مين من اصحابك دايما بتحس انه كان نصاب في الكرة، كان دايما بيضحك عليك ويقول لك ان هو كان لعيب جامد، وكمان مين من اللعيبة اللي انت شايف ان هو كان اوفر ريتد جدا وما كانش يستحق الضجة اللي اتعملت عليه.